أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الشعب المصري قد ثار في 30 من يونيو للحفاظ على هويته المصرية وتثبيت دعائمها، ملبيا نداء الوطنية بكل فداء. وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حققت نهضة في الداخل والخارج. تلك الثورة التي أكد فيها الشعب المصري للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، فثار للحفاظ على هويته المصرية وتثبيت دعائمها ملبياً نداء الوطنية بكل فداء، راسماً طريق حماية وتنمية الوطن وتطويره، معلياً اسم الوطن فوق أي انتماءات لجماعات أو جهات خارجية ظنت يوماً أن الإرهاب سينال من الدولة المصرية العظيمة، حيث نجح رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في دحر الخلايا الإرهابية في كل جحر اختبأت به، وفي سبيل ذلك سالت دماء أبنائنا من الشهداء الأبرار.